الطاكسي ديال الاجره. هاد محطه عين السبع ولا ديال الوزيز، القطار ملي كيجي ديال المسافرين كيعود، كاين اللي مريض، كاين اللي دارو راسو، وكاين اللي معاق، كيضطر كيخرجوا الناس كيلقاو طاكسي، ماشي مشكل. ولكن بغيت نسول علاش ما كتهزوش معاق؟ ماشي بشر حتى هو. انا كنعرف الطاكسي الاصدقاء ديالي اللي جا كتقول لي الطاكسي كديري الصباح كيوقف لك، ما تبقاش تحت اخر الانسان. الا كنتي كتسوق طاكسي احمر ديال الاجره، الدوله ولا السلطه عاطيك طاكسي باش تهز المواطنين المسافرين والاجانب، كيتسمى بيرمي كونفيونس. اش كيتسمى بيرمي كونفيونس؟ باش السائح نهار يغلط كيشد الرقم ديال السياره ديال الطاكسي. واش تعاق هذاك معاق على ماشي بشر الله خالقه؟ جيت تتقول لي لا، ولا كدير يدك كتقول لي هو كيعوج لك الطريق. راه غيجي واحد القانون دابا غيقول لك تهزني تهزني، واخا معاق، واخا بصير، واخا معوج من جميع. حنا ما كنعيب واحد، ولكن هذه النصيحه جميع مولاي الطاكسيات بكل احترام بهدوء، الله يجازيكم بخير، راه فيكم الزوينين، فيكم الناس اللي ما كيبغوش يهزوا. هذه نصيحه لله، خرجوا شوفوا على عينيكم اش كيديروا الراكبين، الناس اللي كيطلبوكم شويه ديال الاحترام. بالنسبه للسلوكيات ديال المي الطاكسيات خاصه دوك البيضين، فهما سلوكيات غير حضاريه وغير اخلاقيه، تيخلوا الناس اللي معاقين مسكن، وتيهزوا اللي عندهم الاصحاء، يعني الناس اللي عندهم الصحه ديالهم، وهذا يعني منافي تماما للاخلاق، منافي تماما للمبادئ ديال الدستور ديالنا اللي تيحتم على ان دائما الاولويه المعاقين، الاولويه دائما الناس اللي محتاجين، هما اللي عندهم الاسبقيه في جميع سواء الطاكسيات ولا في اي مصلحه من المصالح ديال الدوله. لذلك فانا كنوجه نداء للمواطنين الطاكسيات انهم يراعوا بالدرجه الاولى لهذه السلوكيات، واحترموا الناس اللي معاقين واعطوهم الاهميه، لانهم حتى هما يقدروا يكونوا خوتهم، يقدروا يكونوا والديهم حتى هما في هذه الظروف هذه. لذلك كنتمنى من الجميع يكون عنده واحد الوعي، وعي مهني ماشي غير الفلوس، راه حتى شويه الانسانيه. الله يكثر خيركم، الله يجزيكم بخير. المهم خويا ما غنعموش، كما قلت لك في الطاكسيات كاين اللي كيتصرف مزيان وكاين اللي لا، ولكن واحد الطاكسيات البيضين انا ما عرفتش واش تلعكس جا شال عندهم ويت مركز، فريمون عندهم واحد التصرفات لا يتقبلها الواقع ولا يتقبلها العقل. يا اما كتقول ليه انت ديني لا ما نديكش، وخصوصا اللي ركبتي مع شي طاكسي بيض في الصباح وقال لك على الصرف والو، يقول لك ما عنديش الصرف هذا ما كان. اما الطاكسيات الحمرين خلاص ان عكسنا، خصوصا لا تحتي في شي راجل مسكين شاد التقاعد كاع قصه حياته يعاودها لك، ولا يعاود لك غير داك الشيء الخير. المهم ما يبارطاجيش معاك دي زيكسبيريونس اللي هما بوزيتيف، صافي هذا ما كان. ولكن عاوتاني شكرا للناس اللي كيعاونونا وكيفيقوا في الصباح بكري. حتى انا سائق ديال سياره خاصه ديالي، لكن صراحه السلوكات اللي هي متعدده، من بينها ذاك قوه البلاصاج في وسط في الدوزيام بوزيسيون، هذه وحده كيبقى غادي كتكون تتابع حتى شويه كيوقف علاش كتبان له هو البلاصه كيضرب هذا ويحبس، وما تيراعيش الناس اللي تابعينه من اللور، هذه وحده. والثاني حاجه حدث ولا حرج في ديك الزربه اللي كيبدا يدير فاش كيفاتي اليمين ولا اليسار. ثالث حاجه التعاملات السيئه. الرابع حاجه كنا كنتظروا من سائق سياره الاجره بحكم واحد التكوين اللي كيدوزوا ديال لا كونفيونس انه يعطينا هو واحد قدوه في السياقة، ما كيعطيهاش لينا، بالعكس كنشوفوا العكس. وصحيح كنشوفوا هذاك الشخص اللي كنا كنتظروا منه يستوبي باش يستوبي، والناس الاخرين اللي متهورين من اللور ما استوباش، الى غير ذلك من السلوكيات اللي هي كبيرة بزاف. فانا رسالتي لهذا السائق رسالة واضحة، الله يهديك، راه حتى انت راك بشر وسط هذه البشرية، وراه عرفنا كتجري على طرف الخبز، لكن شريطة احترام هذه التعليمات ديال السياقة بصفة عامة، من بما فيها ستوب، ما فيها ذاك البلاصاج في وسط الطريق، وذاك البلاصاج اللي كيكون فجائي، ذاك البلاصاج الفجائي اللي تيكون في وسط الطريق باش تهز واحد البلاصة. دونك الله يهدي ما خلق، هذا هو. بالنسبة لهاد الناس، هاد الناس اللي كيشدوا هاد المهنة الشريفة ديال الطاكسيات ولا بتي طاكسي، ما صراحة كاينين الناس مزيانين، حيت الناس كما كنقولوا حجر وطوب، يعني كاينين الناس مزيانين، كاينين الناس كيتعاملوا مع
المواطنين الاخرين بحال الخوت وهذا، وكاين اللي هز في قلبه الحقد وهذا، يعني ابار المعاقين ابار الناس المحتاجين وباين فيهم واش محتاجين بزاف. كنقولوا يعني كل واحد كيختلف على حسب التربيه ديالو، على حسب كيفاش تربى وكيفاش كيشوف المحيط ديالو وكيفاش كيشوف الناس عامه. هاد الناس ديال اسميتهم سيارات الاجره، هاد الناس هادو كاينين في بعض المرات كتلاقى مع واحد مسكين كيتعامل معك انت بلا انت ما معاق ما والو، ولكن كيتعامل معك كيديك يقدر كاع ما تخلص ليه تقول ليه ما عنديش كيقول لك مرحبا، فهمتي؟ يعني على حسب التربيه ديالو. كاينين ما قاسحين في التعامل ديالهم مع واحد، صحيح ماذا بك يتعامل مع واحد معاق ولا الى اخره. والله ديما خلق